هدد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية وزارة الداخلية بخروج الشعب للشارع للاحتجاج إلى تم تزوير انتخابات 7 أكتوبر المقبل. أكد بن كيران في اختتام المؤتمر الاستثنائي الحزب ديالو برباط السبت اللي فات أن استطلاعات الرأي اللي دارت من طرف المؤسسات العلمية والإعلامية تبتات فوز الحزب ديالو. واعتبر بن كيران هو المشرف السياسي على سير الانتخابات أن أي مناورة كتلغي النتائج الحقيقية غتكون لها كلفة سياسية باهظة الثمن على المغرب. هادشي اللي غيخلق ضجة سياسية من قبل قادة أحزاب المعارضة اللي غيتهموه بممارسة الضغوطات باش يفوز الحزب ديالو. حسب مصدر صحفي حملات كلمة المغرب اللي لقاها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني في المؤتمر الدولي المنظم تحت إشراف مجلس الأمن القومي الروسي بالعاصمة غروزني بالشيشان، رسائل سياسية واضحة كتندر بإعادة النظر في التعاون الأمني مع أطراف كتستعمل الحرب على الإرهاب القضاء مآرب أخرى، هتشي في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية. وقال الحموشي في خطاب الممثلين عن 80 دولة باللي مكافحة الإرهاب غتفرض يكون هدف الوحيد والأوحد هو منطق القضاء على الإرهاب. وزاد قال بلي هادشي صباح رهيم توجهات بعض الدول اللي كتربط مكافحة الإرهاب بأجندة سياسية. كيبان باللي حزب الاستقلال اللي كيترأسه حميد شباط فضل يبعد عن المعارضة ويستعد للاستحقاقات الانتخابية اللي غتكون في 7 من أكتوبر الجاي، وغادي يخلي من وراه كاع التحالفات والتنسيقات القبلية. وهاد المرة غيصر حزب الاستقلال اللي كان واقف جنب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الشراكي والاتحاد الدستوري في السابق مواجهة الأغلبية الحكومية على تطليق المعارضة وعدم التوقيع على المذكرة اللي رفعها كل من إلياس العماري الأمين العام لحزب البام وإدريس الشقر الكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، واللي كيطالبوه من خلالها بمراجعة اللوائح الإلكترونية بسبب خروقات مهددة الانتخابات المقبلة. وكيحاول حزب الاستقلال من وراء هذه الخطوة عدم الدخول في صراع مع الأغلبية بعد عودة المياه لمجاريها بعد ما كان في وقت سابق كيوجه انتقادات لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة بأن تقرير الخارجية الأمريكية مضلل وكاذب ونحارف عن المعايير الدولية في ترتيب وضعية حقوق الإنسان واتخذ صبغة سياسية مخترقة من قبل الخصوص، وتغاضى عن أجوبة الحكومة المغربية المستندة على حجج وأدلة دامغة كتفند مزاعم شطحات بخيال اللي دارها. وكشف مصدر صحفي أن الخلفي قال بلي الحكومة المغربية كترفض بشكل قاطع شيطنة الأجهزة الأمنية المغربية من قبل الخارجية الأمريكية اللي سقطت فخ تضليل مجاني بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب.